هلا عم نضرب فيها نشوف. ديب شفتوا؟ اوكي يا شباب، بسم الله نبدا. اوكي يا شباب، بسم الله نبدا. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا قاعد على العرش تبع الملك انا، فخلونا ننزل. طمنونا عنكم، شو اخباركم؟ طبعا قبل ما نبدا المقطع لا تنسونا من اللايك، واذا كنت جديد واشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. تمام يا شباب، طبعا الحلقة الماضية شفتوا شو روضنا ديناصورات وروضنا هذا التنقيل المدفعجي، الصراحة طلع جدا شيء خرافي. تمام، طيب قلتوا لي انتوا انه في فرن اسرع من هاد، انا الصراحة شفت انه في فرن. خلونا بس نحط هدول هون خليهم يشوا. تمام اوكي، قلتوا لي انه في فرن اسرع من هاد اسمه فايكينج، اوكي هذا هو. تمام، قلتوا لي انه هاد اسرع من هداك بمليون مرة بطبخ الحديد، فلازم نجرب هاي الشغلة اليوم، لازم نجمع حديد لأنه أنا اللي عند، لا والله عندي حديد، أوكي، طيب أعطيني إياهم، خلينا نشوفهم هون شلون رح يكونوا، أوكي بالداوود أكيد، أوكي ليش ما عم يسحب؟ طيب ما في مشكلة، بنجيب له وود من هون نحن، أوكي أعطيني نصهم، خلينا نحطهم هون ونشوف السرعة ونشوف الفرق، أوكي فاير، أوه، أوه والله أسرع بكثير مليون مرة. وكل واحدة بتعطي واحدة ولا تنتين، والله ما بعرف. على كل حال مو مشكلة، ممتاز هذا الحكي، جدا ممتاز. تمام، في هاي الطاولة من مود ميث، الصراحة ما بعرف شو شغلتها، لكنها بتصنع شغلات جولد اور ومدري شو، شغلات غريبة عجيبة والله الصراحة، دايموند ستون ودي ان اي، ما بعرف هدول شو رح يتزمونها مستقبلا. لكن نحن شغلتي اليوم، انا صحيح قلتوا لي انه في طاولة بتصنع فيها البيت تبع بتصنع فيها البيت. تمام، فالبيت صراحة ما بعرف هدول شو هن، هدول بوسترات؟ اوكي طيب بوستر وشلون بنحط هذا؟ معقول بيتعلق على الحيط؟ دايما اذا بيتعلق على الحيط. دقيقة شو هي؟ هي هيت؟ دقيقة خليني اشوف. هي بتلبس معقول؟ طيب اوكي هي. اوه يا البوستر، دايما يا الحجم. هذا وين بده يتعلق؟ دقيقة خلونا ناخذ هاد بس. هاد شو؟ اوكي هي ارمر؟ اي والله ارمر، فرجيني. ديم لعما صرت سمايل. ديم والله اسطوري، اقسم بالله اسطوري. اوكي هلا هي كلياتها بوسترات سي اس جو. اوكي في شغلات كثير والله بوسترات الصراحة، لكن في عنا هذا البيت. قلتوا لي انتوا انه شيء جدا خرافي وكبير كثير وهي ما بعرف. هلا انا الصراحه يمكن اني عم لاني مسوي داخل كهف، فلح اخذه نشوف شكله برا. خلونا نجرب شكله على كل حال، لانه ما بعرف اذا عجبني لح احطه. ممكن اعمله مثل ما اعطاني واحد من المتابعين، اعطاني فكره، قال لي حطه باتجاه الباب تبعك، اللي في حال انت حبيت ترجع تدخل يعني مثلا مثل هيك. تمام، احطه هيك عند الباب تبعي، شايفين؟ بهي الطريقة. اسكره من كل الجهات، ساعتها بخلي المدخل هو عبارة عن اوكي. اوكي. يا لطيف، طيب المزرعة وين راحت؟ المزرعة وين راحت؟ اوكي شكل المزرعة اختفت. اوكي المزرعة. ايوه مكان المزرعة غلط حاليا. والبيت جدا كبير. جدا فوق ما بتتصور وكبير. يا ويلي، دقيقة خلوني ارجع بس شوي. دايم والله اسطوري. طيب هلا هذا مكانه هون انا شايفه انه غلط، او مكان المزرعة غلط. هلا ممكن هذا يكون مثلا هيك بما انه انا من هون، بس يلي بده يجي بيقدر يدخل من هون يعني، عرفتوا كيف؟ فانا مالي مستفيد شيء يعني. طيب خلونا نشوف هلا فوق شو في عندنا شغلات. اوكي هون في ار جي حاطينه كمان زينه. اوكي في مدخل لفوق طلع لفوق. ديم والله كبير. ديم شو بعمل فيه هذا كله انا؟ انا الكهف كلياته كبير علي اصلا. يا لطيف.
طيب هاي بما انه شو هاي، هاي بيعيش فيها ديناصورات تخيلوا، هاي بيعيش فيها ديناصورات تعرفوا. لازم اخذ، خلوني اخذه. اوكي البيك اب سريع كمان، اوكي ممتاز. طيب اذا طلعت لفوق مثلا تمام وحطيته هون نايس، وبحط فيه ديناصورات، شو رايكم؟ او اخليه تحت، والله ما عرفان، خلوني اشوف. طيب بدي اشيله هلا، ممكن اذا حطيته هون مثلا، عرفتوا كيف؟ اصير احط فيه ديناصوراتي، اصير احط فيه شو؟ ديناصوراتي. والله بتعرفوا فكرة، والله فكرة اسطورية. خليني احطه هيك بهذا الاتجاه. اوكي اوكي هيك تمام، اتوقع انه مفتوح من هني. اوكي هيك شايفه ممتاز. طيب خلونا نشوف شكله شلون راح يكون من برا. اوكي بس لازم اني احط له بوابات ولا كيف؟ هلا من هون نازل كلياته تحت الارض المشكلة. والله كبير يا شباب، كثير كبير، بده مساحة جدا جدا كبيرة. اوه اوه سايبر توث دايم، مرحبا. ما بيضرب، اوكي معناتها حق هي. طيب هون في كريستالة كبيرة دايم، والله يا شباب معتنين بالتفاصيل كثير، وحجمه جدا جدا كبير، بس هون داخل شقفه منه بالارض. ما بعرف والله، احس انه مالي بحاجته انا، ما بعرف. على كل حال في عنا كم شغلة اليوم لازم نسويها، من ضمنهم انه تولي انه اسلحة المث جدا اسطورية بالدمج، فلح نجرب نسوي لنا مثلا شات جن، ولح نجرب نسوي رايفل. اوكي فالشات جن هذا هو، اعطيني واحد. اوكي بقدر اسويه، والرايفل بقدر اسويه. اوكي تمام، بدنا معناتها رصاص للشات جن وبدنا رصاص للرايفل. بنكتب هون سيمبل، اوكي سيمبل رايفل امو، المفروض انه هي هي، وهي خلونا نسوي منها مثلا فد 200. اوكي 200 منيحه تمام. خليني اشوف، دقيقه ما انا ما شغلتها كلها 200. اوكي تمام. نشوف هاد الرايفل اللي هون ايش الطلق تبعه اول، مشان الاضمن نشتغل على المضمون. تمام ان شاء الله يكون دمجه اعلى وما نحتاج اني اطوره، فبنحط هذا هون. خلينا نجيبه مثلا بدال الاكس. اوكي نحط عليه. اوكي شو الرصاص اللي بيستخدمه مثلا؟ بيستخدم ادفانسد. ادفانسد طيب اوكي ادفانسد هون معناتها نكتب اد. اوكي ادفانسد رايفل ام، اعطينا 200 طلقه. تيرن اون، اوكي صنع لي اياهم. اوكي نايس نايس تمام. خلونا نكمل هون تصنيع طلقات الشات جن، نرجع نكتب سيمبل. اوكي اعطيني من هي مثلا، هي بدها ثلاثة، فاعطينا هون قديش تقدر. اوكي هي مجرد تجربة لنعرف اذا فعلا قوي، فيا شباب بنصنعه يعني بنصنعه. انا هذا البوستر لازم اعرف شلون وين بدي احطه، هذا البوستر لازم اعرف شلون بدي احطه. اوكي اعطيني هدول تمام. البوستر خليني اسوي وول تمام، نسوي لنا وول مثلا مثل هاد العريض تبع الستون. اوكي خلونا نحطه مثلا هون، حلو. ونجيب البوستر، المفروض انه يتعلق البوستر هون. اوكي بيتعلق البوستر هون. اوكي ورجيني، تعال انت، تعال انت مغطي على كل شيء. اوكي ديم ديم، والله اسطورة، والله حلو كتير حلو. اوه لكن مكانه انا شايفه انه غلط، ف بنشيله. تعرفوا والله فكرة حلوة، فكرة البوسترات، إذا في مود مثل هيك خاص بهذا الشيء فاكتبوا لنا، اكتبوا لنا خلينا نشوف. أوكي هلا صار عندنا الطلقات الشات جن جاهزة، إن شاء الله تكون أقوى من هداك بكثير العادي، ما نحتاج نطوره. وهي طلقات الرايفل، أوكي ممتاز ممتاز. خلونا نطلع نجربه أول شيء، نجرب الإسلاح، نشوف دمجه على الديناصورات، نشوف شو الوضع تبعهم يعني. لانه قلت لي انه هاي افضل وسيله للدفاع عن النفس، بما انه ترويض عندك كعابي. ف بسم الله الرحمن الرحيم، لا 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 خلينا نروح لعند هذا الحصان. اوكي 250، واذا بيتطور اتوقع انه بيجيب دمج اعلى بكثير من هيك. خلونا نجرب الشات جن. اوكي الشات جن 8000، خلونا نشوف هذا.
اوه الشات جان اسطوري. لا لا الشات جان اسطوري، الشات جان اسطوري. والطلقات ليش ما عم تخلص؟ من هون قتلو. في شي غلط، ما عم تخلص الطلقات. شايفين ما عم تخلص الطلقات؟ والله هذا شوف خلينا نضرب. اوكي هذا عم تخلص طلقاته. ديم معناته انا صنعت طلق كله على الفاضي. يا الله. طيب ما حدا حكى لي. والله ما بتخلص الطلقات، انتبهتوا؟ فلا نهائي. طيب شو في اسلحة كمان يا ترى؟ ان شاء الله يكون في شيء قوي كمان اسلحة. اتوقع اني شفت هذا ماجنوم. ماجنوم صفت صح. خلينا نشوف. ماجنوم ماجنوم. اوكي في ار بي جي. اوكي خلونا نسوي واحدة ار بي جي. وماجنوم ما في، في سنايبر. خلونا نسوي واحد سنايبر كمان. اوكي معناتها بدنا طلقة ار بي جي وبدنا طلقة سنايبر. حلو. نكتب هون روكيت. اوكي اعطيني واحدة روكيت. ان شاء الله يكونوا كمان لا نهائية. تمام روكيت وبدنا كمان ادفانسد رايفل سنايبر امو. اوكي ان شاء الله يكونوا لا نهائيات. اذا لا نهائيات يا ويلي يا ويلي. اوكي اعطيني يا مثلا بدال رقم 4. رقم 4 ما بحتاجه. اوكي رقم 4. ما المفروض انه هاي الطلقه تبعه ولا معقول الثانيه الروكت الثانيه؟ خلينا نشوف روكت. اوكي اعطينا من هاي وحده. تمام اوكي ما بتنحط عليها. ما بده ما قلت الأسلحة كلها ما بدها طلق؟ لا مستحيل مستحيل. طيب السنايبر خلينا نشوف سنايبر. اوكي ما بيخلصوا الطلقات. معناتها ما بده رصاص بالاصل. دقيقة والله خلوني اجرب بس شغلة. اوكي ريموف امو. اوكي وكبلي هدول. تمام فبنحط هاي هون وبنحط نحمل هذا. يا الله يا الله على الغباوة تبعي انا. رحت صنعت طلقات. ريموف امو والامو كبلي كل شيء امو لك يا عمي. كب 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 كب. اسلحتنا بتشتغل من دون امو. فذيب. اوكي خلينا نروح نجرب هاي الروكت مثلا. اوكي افتح لي الروكت. سيرفر ارتفع البينك شوي فنضرب الطلقة. لا ضعيفة. اوه ما بدها تعشيق. طيب سنايبر. مستحيل. بس اطلق يا معلم. طيب بقدر اطول السنايبر؟ دقيقة خلوني اطول السنايبر وارجع لكم. اوكي شباب انا مفكر انه بدي اجيب له موارد وظبطه طلع بتطور بالطابة الصفرة كمان. يا لطيف ما احلاها. طيب هلا زودنا شوي، خلونا نزود الدمج تبعه. تمام وين راح هو؟ اوكي هذا هو. نسوي للوبن دمج. اوكي خلينا نسوي لنفترض 20. تمام ان شاء الله انه بيزيد دمجه. اتوقع انه يوصل فوق ال 10 مليون. ما بعرف شو الترتيب والله عن جد بمعنى الكلمه. مشكورين والله، يعني معلومات جدا مفيده يا شباب. بما انه عم تعطوني معلومات اعطوني لايكات كمان. شو بكون خلونا نطوره لنشوف قديش بنقدر نوصله للماكس تطوير. اوكي اتوقع انه 700 اخر شيء. يب اخر شيء 700. اوكي قديش تتوقعوا الدمج؟ ما فيكم تتوقعوا لانه انتم عم تشاهدوا فيديو مو بث مباشر. فبنطلع بنجربه. انا بقول انه فوق 3 مليون. انا بقول اني فوق 3 مليون. فرقم 7 اعطيني اشوف. 8 مليون و700. 8 مليون و700. هذا 6 مليون. 6 مليون. ديم 6 مليون طلع والله. حرفيا ممكن اني دافع عن حالي بس بهذا. الشوت جان ما اشوف له لازمه.
الصراحة. انت ايش ما بتموت؟ الله، تعال تعال معناتها بالهذا. اوكي القم. طيب معناتها انا راح يلزمني بس سنايبر، هذول خليني ارجعهم مكانهم لانه ما اشوف لهم فايدة. خلونا نحط هاي هون ونحط هاي هون. اوكي ممتاز. هلا لازم نجيب جريفن. قلتوا لي انه في جريفن بالطاولة اسطوري كمان، فلح ادخل اشوفه نرسبنه نظبطه نشوف اذا اقوى اسرع شو ترتيبه، وبعدها بنطلع بنعملنا فتلة بالماب، واذا شفنا لنا شيء محترم رح نروضه ان شاء الله. تمام الطاولات، الطاولة هون. اوكي خلينا ناخذ يا شباب الجريفن، هذا الجريفن. اوكي اعطينا واحد جريفن لو سمحت. وعندنا هون بايونيك رابتر، وعندنا هون بايونيك ريكس. اوكي والله عندنا شغلات كثيرة. طيب هذا شو؟ هذا ما بعرف، خلوني اسوي واحد من هاد. هذا سكن ولا ديناصور بينزل متيم ولا كيف ما بعرف. فانا لاجل الاحتياط رح اكون برا في حال صار ما صار، مشان ما نندم على اللي عملناه. اوكي الجريفن 99% انه بينزل مروض. اوكي الجريفن بينزل مروض، ممتاز حلو. اوكي حجمه صغير انا شايفه، بس بيكسر احجار وبيكسر مدري شو، فخلونا نرفع له ليفلاته. اوكي هيلو عم يرتفع بسرعة فهذا الشيء حلو، خلينا نعطيه بس 50 ليفل بالهيل. اوكي 50 ليفل، خلينا نوصله 300,000 300 مليون. اوكي حلو، الباقي بالدمج كلياته. ان شاء الله يكون دمجه اسطوري لانه الصراحة اللي معي كان دمجه جدا خايس. اوكي استامينا، منيح ما نسينا استامينا. اوه استامينا تبعه زبالة. طيب لازم نجيب سبيد من هداك. اوكي تعال اعطيني سبيد لعندك. اوكي اثبت انت، تعال. لا ما بنحط له سبيد، لا يا ربي والله اكلنا تبن. طيب ايش استفدنا بدون سبيد؟ ما انا جبته مشان السبيد، طلع ما بنحط له كاستم حتى. طيب دمجه شلون؟ خليني اشوف دمجه. والله دمجه اسطوري. كليك يمين ما عنده سي. اوكي سي بيضرب هذا قنابل، خلونا نشوف قديش بتدمج. اوكي ممكن يدمج بهدول لنشوف. اوكي ما عم يدمجه. اوكي 150 ما عنده شيء، يعني حرفيا ابو كلب، حرفيا ابو كلب. بتقولي انتو انه اسطوري ومدري ايش ومدري كيف. نرجع على البيت ناخذ الجريفن تبعنا الاساسي احسن شيء. اوكي انزل انت اثبت على الارض. اوكي هلا هو شكله حلو بس شوفوا حتى الجريفن العادي اكبر منه بالحجم. طيب البس هاي، لازم نطلع نجيب نحط الدودو ريكس بعيد عن البيت الصراحه، خايف لانه شكله مو مثل شكل البوسات العاديه، مو مثل شكل الديناصورات العاديه الموجوده بالموب. فبنجي نشرب. اوه اوكي لا هاي عرفت شو هي، هاي عرفت شو هي، انا شفتها مره. هاي شباب هاي بتاع في اغاني بتحط مثل ضريح في اغاني، فبيطلع الاغاني هاي ممكن ناكل عليها كوبي رايت، فلذلك اعذرونا ما رح نقدر نحطها. اوكي هلا انا شفت ديناصورات بالريد وود جديده وغريبه، فبرايي انا انه نعملنا دوره بالريد وود بما انه كل دوراتنا كانت جوا. بدي اشوف شيء بالريد وود شو يكون اسطوري لحتى نعرف شو. اوكي هذا بوس فمنحاول نبعد عنه لانه ما بيتروض. اوكي طيب هون. اوكي في عنا هون شغلة مثل السلحفة الصغيرة اللي روضتها انا، مثل السلحفة الصغيرة اللي روضتها انا شباب، شايفينه كمان بيتروض باسف. اوكي ايش رايكم ناخده؟ والله انا افكر ناخده. تعال شوفي معك انت المطن صح؟ اوكي بتروض، بما انه بتروض بس فان شاء الله. اوكي حلو تروض تروض، تعال حلو 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 ان شاء الله يكون. بس انا وين قاعد؟ اوه قاعد فوق راسه دايم، طالع مثله مثل تبعات دراغون بول والحركات هاي. طيب ضربته. اوه
اوه اوكي بيطلع نار كمان. 300 مليون النار سي اكس ما في شيء. لسه عند الليفلات ما زود فيها شيء. طيب اوكي بنعطيه 50 ليفل هون. اتوقع انه صار دمه بالبلايين انا هيك شايف. اوكي انزل بالله قعدنا نشوف. اوكي 33 بليون 33 مليون ايزي. نعطيه 50 ليفل بالدمج وبنشوف قديش رح يصير يدمج. اوكي اول شيء نعطيه 50 ليفل بس. اوكي هلا بنضرب فيه نشوف. ديب شفتوا؟ شفتوا الرقم؟ ناقص بليونين؟ خلص ختمت يعني؟ يا محمد ختمت خلص ختمت شباب يعني اللعبة؟ ناقص بليونين ما عاد تدمج أكثر من هيك؟ طيب أوكي يعني هلا الديناصورات البوسات اللي هي ليفلون 11000 بليون و20 20 مليون 20000 بليون هدول شو وضعهم؟ اوكي حتى هي صارت بتدمج نفس الشيء. طيب سي ما عنده اكس ما عنده كيو ما عنده. اوكي والله يا شباب الصراحة مو بس اسطوري مو بس اسطوري خيالي يعني عن جد خيالي. اوكي هي لازم نروضها لكن بدها كيك والله. اوكي يلا مو مشكلة بنروضها غير مرة بس هاد حرفيا حرفيا ما توقعت منه يطلع هالشيء. طيب شو 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 اسمه؟ كريستال وونغ جونغ. اوكي ضيع. ميث كريستال. اوكي كريستال وونغ جونغ. اوكي هذا هو. عندنا 580 انا اللي روضته اقل من هيك بكثير. طيب اوكي تعال معي تعال معي انت تعال معي. اوكي يا شباب طيب شوفوا هلا انا لسه في عندي 100 ليفل احطهم بالدمج ولا احطهم بالهيل؟ صراحة انا ما عارفة انا هي اول مرة بتصير معي هاي الشغلة فما بدي اخرب ال شو اسمه ما بدي اخربها للديناصور يعني ما بعرف انه اذا خلص هلا سكر دمج دقيقة شو هاد؟ اوه ماي جاد برونتو برونتو. طيب اسمه نوتس احفظوا اسمه نوتس لازم ندور على واحد ليفله اعلى من هيك اسمه نوتس. اوكي خلوني اول شيء اروح اجيب هداك يا ابو ليفل 580 لانه الصراحه ما بدي ضيعه من ايدي بما انه عم يدمج بالسالب ما بدي ضيعه من ايدي. بس سؤال يطرح نفسه هل من الممكن انه يا ربي الليفلات اللي بدي احطها تروح؟ فهمت علي شلون يعني؟ هلا انا الدمج مثلا لنفترض سكر حلو الدمج سكر ناقص بليونين ومدري قديش. هلا بنجربه على هاد كمان لحتى نفهم النظريه كيف بالضبط ماشي. اوكي تعال تعال حيقتلكم. ها يا عمي انت وياه اتركوه مشان الله اتركوه. هي لو 1 بليون فاصل 3 ايش بيقتلوا هذا؟ القم تعالوا تعالوا. اوكي خايف اقتله انا. انا خايف اقتله والله. طيب اذا انت باسف يعني ما بتقتلهم مثلا. طيب تعالوا علي تعالوا انا هون. تعالوا علي. ايوه. اوكي تعال. تعال تعال لا تهرب يا جبان. يا الله خلص اتركوه. يلا يلا موت انت وياه. شايفين دمج هذا اللي عندي قديش ابو كلب؟ شايفين؟ شايفين معاناتي؟ طيب خلونا ناخذ هاد على السريع بما انه اكله واحده. اوكي نايس باكله واحده كمان هذا. طيب تعال تعال بنرجع بنجرب دمجه هذا بدون هذيك بدون تلفيل. اوكي 191 191. طيب هاي 350. هلا هاد اقوى من هذاك. طيب خلونا نجرب النظريه اللي حكينا. خلينا اول شيء نحط 50 ليفل هون. اوكي خدينا 50 ليفل ونحط 50 ليفل بالدمج. اوكي طيب هاي 50 ليفل بالدمج. اوكي خلونا نجرب هلا ندمج فيه تمام نشوف الدمج قديش بالسالب. اوكي اوكي شفتوا الدمج؟ خليني ازيد ليفل واحد المفروض هلا على هذا الليفل
انه هو كمان يزيد الدمج تبعه، صح؟ فبنرجع بنطلع لفوق هلا، او هذا بنقتل هاد، اوكي. الدمج نفسه، فانا الصراحة مالي حابب اخربه. قلولي انه انا هدول الميت ليفل يلي بقيانين عندي احطهم دمج ولا احطهم هيل؟ صراحة هيلو 31 بليون، فهيلو اسطوري، لكن ممكن احط الميت ليفل بالهيل بيطلع شغلة فوق الخيال، ولا احط هدول الميت ليفل بالدمج ممكن يزيد الدمج وبس اللعبة ما بعرف يعني. انا ما بدي اخرب، اكتبوا لي بالتعليقات شو فكرتكم من هذا الشيء. اوكي، هلا نحن عنا هذا، حكينا انه بدنا نرسبنه وما رسبنا، صح؟ ف اوكي هذا اتركه نظرية، نسيت يا ربي. طيب البرونتو اسمه نوتس كان، صح؟ اسمه نوتس، وين النوتس؟ اوكي هون لازم، اوكي هذا هو. اوكي عندنا 1080، دايم. اوكي 1080 وينه؟ تعال تعال، جايك يا كبير، جايك. شفتوا لي شكله؟ مو طبيعي، مو طبيعي. خلونا نروح نجيبه، خلونا. اوكي هون في واحد، لا هذا 800، ذاك 1000 وشوي. اوكي هدول جداد مرسبين الصراحة، والله ما بعرف شو القصة. ففي ديناصورات جديدة، كل ما عم ندخل على الماب في ديناصورات جديدة مرسبنة. فهذا كمان باسف تيم، يلي هو هذا الشيء أجمل شيء فيه، إنه باسف تيم. لكن عندنا هون شوية مزعجين لازم نقتلهم، ومنهم هدول النمل كمان. اوكي هربوا انتو. اوكي هذا هو على الان، بس يا بس السيرفر قلتش اتوقع. ايوه السيرفر قلتش. اطلع 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 اطلع، لازم نقتل هاد. اوكي هاد ان شاء الله ما يكون في حدا ناحو تحت. اوكي تحت، حلو ما في حدا. لا والله في حدا. اوكي في حدا قتلنا. اوكي قتلنا، وهذا مقلتش وانا مقلتش. اوكي اهبط، تعال تعال جريفن، تعال تعال. اوكي شو مع اغراض؟ لحم وما لحم، والله بيلزمونا بتعرفوا. طيب خلونا نقرب عليه. اوكي ديم متروض على السريع. طيب بقدر اركبه ولا ما بدي اركبه؟ شلون بدنا نركبه طيب؟ طيب تعال تعال. اوكي خلونا نرجع على البيت. انا حطيت تيليبورت، والله ما حطيت تيليبورت، يا الله على الغباء تبعي. الشباب صار عم بنسى شغلات كثيرة، لأنه صار عندي مثلا سلسلة هون، كانت سلسلة اترنال هلا خلصنا منها الحمد لله. وسلسلة ثانية اللي هي برايم الفير، فايت الأمور كلياتها معي ببعضها. طيب خلونا نرجع على البيت، بيتي وين كان؟ وين صار أنا؟ اوكي هيك قريب على البيت، والله حلو، والله حلو حلو حلو. هذا الحلقة الجاية ذكرونا نروضه، هذا الحلقة الجاية ذكرونا نروضه، لأنه هلا طولنا بالحلقة، فلازم إني أجرب التايتن هذا نشوف شو وضعه. ومثل ما قلت لكم اكتبوا لي بالتعليقات شو وضع ال 100 ليفل اللي زايدة عندي، أزيدها بالدمج ولا خلص وقف الدمج أزيدها بالهيل؟ شو الوضع؟ اكتبوا لي كل هذا الشيء بالتعليقات مشان الحلقة الجاية إن شاء الله نجربه. أوكي باك هوم، رجعنا على البيت. أنت لساتك عم تحاول تلحاني؟ لساتك عم تحاول تلحاني؟ إلك عين؟ إلك عين لسه تلحاني؟ طيب. التايت البرونتو، خلونا نشوف إذا هون في سدل، بس هون ما في سدلات شفت أنا. هون ما شفت في سدلات أنا. فمعناتها مو هون، معناتها بياخذ سدل البرونتو العادي اللي هو هون بيكون. أوكي برونتو. برو. اوكي برونتو خلينا نسوي له السد العادي، ما بدي اسوي له البلاتفورم تبعه. ان شاء الله يشتغل عليه، بنقول ان شاء الله. بس عن جد هذاك يا شباب الديناصور اسطوري بمعنى الكلمه، يعني فوق الخيال، فوق ما بتتصوروا، خيالي فوق ما بتتصوروا. دمج بالسالب يعني، انه شو مثلا بروح على البوس اللي هيلو 11 بليون 11000 بليون وبضربه ضربه خالص بموت يعني، ولا شو؟ اوكي السدل ما بيركب له سدل. طيب ايش السدل تبعك انت؟ اوكي شباب سدل ما لقيت، ف
فما بعرف اني اذا ممكن اروح اقتل واحد تاني ممكن انه يطلع لي فيه السدل. رح اروح اجرب صراحة، لانه جربت كتير ودورت كتير ما لقيت سدل بنفس الاسم او للبرونتو، يعني حطيت له حتى البلاتفورم ما مشي حاله. فنجرب هاد اللي هون، هذا هيلو قليل، دمه قليل، كل شي فيه قليل. طيب لا تعمل علي اجري يرحم جدك، بس خلينا ناخذ السدل من هاد، ان شاء الله بيكون السدل معه. اوكي، في عنا هون بوس الغوريلا هذا اللي قتلني امبارح بدون ما يضرب، قتلني المرة الماضية بدون ما يضرب شباب، قتلني بدون ما يضرب، ها يمكن بس صرخ او قتلني. اوكي هذا واحد، بنتوقع انه ضربة واحدة ممكن يموت. اوكي مات. اوكي لازم يكون في شنطة، لازم يكون نزل شنطة اذا عن جد في له سدل. يا اما كان لازم، تعرفوا كان لازم اقتله وبعدين افتح الانفنتوري اول، لانه هلا ماني شايف شي حرفيا. اوكي خليني اروح على اللي بعده، لانه انا غلطت غلطة هلا مو منيحة. اذا ما لقينا سدل اكتبوا لي بالتعليقات ساعتها انه في سدل له وشو اسمه وكيف. وهذا لا 200 ليفل. اوكي روضت اثنين انا ليفل 580، يعني ليفلاتهم عالية جدا اللي روضتهم. اوكي طيب خلونا نقتل هاد. اوكي قتلنا، ان شاء الله ما حدا يلوته. اوكي بنقدر نفتح هذا الانفنتوري تبعه، اذا قدرنا نفتح الانفنتوري تبعه ديد قتلوا الحمار. اوكي الشنطة ما في سدل، ما في سدل. اوكي معناتها بدنا نجربه بدون سدل يا شباب، رح نجربه بدون سدل. معناتها شوفوا لي اذا في سدل للديناصورات كامله او في شي سدل خاص له بيتصنع. ما بعرف، ما هو برونتو ولا حاطين شكل برونتو؟ معقول سدل تايتن بيركب عليه؟ والله ما بعرف، حارجع اجرب سدل التايتن. اوكي سدل التايتن ما فتح عندي لسه، ورجيني. اوه 13 ليفل زدت، اوف. اوكي هلا اتوقع انه بيكون فتح عندي لازم معناتها. طيب اذا رفعت الميلي دمج عندي اتوقع انه ممكن يرتفع دمج السلاح صح؟ اوكي حلو، خلونا نشوف هون السدل التايتن هلا. اوكي هي التايتن سورو سدل، اوكي اعطينا التايتن سورو سدل لنشوف. ان شاء الله يكون بيمشي حاله عليه، اذا ما مشي حاله عليه ساعتها رح الفله وخلص بنطلع بالجريفن وبنقول له تعال هجوم انت هون. اوكي تعال، ان شاء الله يمشي حاله عليه. صراحة هو شكله تايتن، اوكي بنركب له سدل تايتن. يا لغباوة امكم، حاطين لي صورة شو اسمه طيب انتو؟ اوكي بنحط له كاستم سبيد، اوكي حلو بنحط له كاستم سبيد. انا بدعي ان شاء الله يكون اسطوري مثله مثل هذاك اللي قبل شوي روضنا. اوكي خلونا نركبه نلفله نعطيه. اوكي ليفلات بتزيد كمان بشكل خرافي، فمنزيد 50 ليفل بس. قديش صار هيلو؟ 450 مليون، لكنه رح يموت. ما بعرف شو قصته، ليش عم يموت ما بعرف، خليني اشوف والله. اوكي لا عم يزيد هيلو. اوكي هيلو عم يزيد. طيب هاي ليش ما عم تهيلو؟ مو المفروض انها هي تهيلو كمان؟ يعني كاتبين لي هون انه drink this potion to max your health you can use in dino. طيب هاي حطينا له للداينو شربناها، اياها ما عم يصير شيء. اوكي هاي السرعة 400 انا حطيتها. اوه هدول ما بيستفيدوا من السرعة معناتها. لا ديناصورات الميث ما عم تستفيد من السرعة. طيب خلونا نجرب دمجه، ولسه ما حطينا له ولا ليفل بالدمج صح؟ اوكي ما حطينا له ولا ليفل بالدمج، خلونا نشوف دمجه اول. 6000 معناتها بنحط ال 150 كلها معلم بدون ما تسأل. حط ال 150 بدون ما تسأل. اوكي خالصين؟ اوكي خالصين، خلونا نجرب هلا دمجه شلون رح يكون. ماني متأمل منه كثير. بس شكل خرافي، تانك يعتبر، يمكن يعتبر تانك. فا الله يستر. خلونا نضرب. ما تضرب طيب. اوكي ضرب. 1,300,000
سي ما عنده، اكس ما عنده، كليك يمين. اوه هذا جامعين برونتو مع جاي مع شو اسمه تايتن، جامعين برونتو مع التايتن، فاتوقع انه مليونين والله ديم، حرفيا ديم. اوكي عجبني والله، والله عجبني مليونين، وشكله اسطوري طلعوا يعني، شكله احلى شيء شكله انه عليك عليه شو اسمه كريستال وحركات وقصص وراسه تيك، والله اسطوري يا شباب. بس ذاك تبعنا. اوكي انت تعال لانك بطيء، انا ممكن ارجع على البيت بالثواني. اوكي اوكي وينه تبعنا هذا الفخامه؟ اوكي هذا الفخامه، اوكي هذا الفخامه تبعنا يا شباب. اوه يا عيني يا عيني، والله يا شباب عن جد جد جدا شيء اسطوري. فاكتبوا لي بالتعليقات عن هذا الموضوع انه شلون يعني برايكم انه زود ليفلات 100 ليفل بالدمج ولا ازيدهم بالهيل. وشغله ثانيه انا زرعت هون هدول، السرعه كسرعه عاديه نفس السرعه اللي هي، بس لكن عندكم شايفين الفلترلايزر، الفلترلايزر سويت واحده من هي لكل واحد. انا جاي حطيت هذا الكوليكتر هون، حاطط البرونتو برا جاي بجمع لي بيض وهذا بوب من كل الاحجام، فسويت واحد من هدول. شباب فخامه فخامه عن جد يعني، بيعطينا تقريبا فوق البليون، بليون فلترلايزر، ما بنحتاج اكثر من هيك. تمام، ف هذا كان عندي لحلقة اليوم، ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. وهذا الابو كلب الجريفن اللي روضناه هذيك المرة، دورت على جريفن الامبر مدري شو اسمه، الصراحة ما كان موجود، فالحلقة الجاية بركي ان شاء الله بيكون موجود ان شاء الله. وبس ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، استمتعتوا فيها، لا تنسونا بزر اللايك، واذا كنت جديد عجبتك الحلقة اشترك وفعل زر الجرس، خلينا نوصل ل 10,000 مشترك باقرب وقت ممكن. اشوفكم فيديو جديد، السلام عليكم. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.